ايه وهذه كره وحنا بها لاعبين ونحمد ربي كيف دخلنا وحنا محيحين فارق واعر وعقله تاني رزين ولا نويتو تعاندونا غيرك وغلطين ايه وجوهر التسة قدم لكم محمد الشقوري ديما الجديد ودي صاحبي شاكر كدي واللي يكرهنا يموت جهل راجل مع الرجال اللي عرفوا قدري ما تعاندنيش بالدنجال خرف سقوم بكري راجل مع الرجال اللي عرفوا قدري ما تعاندنيش بالدنجال خرف سقوم بكري وهذه أجمل تحية محمد ولد عمي حسان الشقوري كيقول لي ما تنساش لخوي المصطفى خاطر بشير بلطاطي عمي بن حمد وليد عمر سكان ملوية واحد واحد قرطاس كاين موجود في الحقنا نتعداشا الفقر والقنفود علاش الظلم علاش قرطاس كاين موجود في الحقنا نتعداشا الفقر والقنفود علاش الظلم علاش راجل مع الرجال اللي عرفوا قدري ما تعاندنيش بالدنجال خرف سقوم بكري راجل مع الرجال اللي عرفوا قدري ما تعاندنيش بالدنجال خرف سقوم بكري أجمل تحية للمدين عمي واللي بغى هو خويا شاكير عبدو لي تزايو واللي هضر فيك خويا معليش أجمل تحية لعمي إبراهيم صاحب الفريد ناس الزبالة كنفكر بدماغي ونفريها باش تكون راجل وبدراعي ما تخوفنيش بالفكرون كنفكر بدماغي ونفريها باش تكون راجل وبدراعي ما تخوفنيش بالفكرون راجل مع الرجال اللي عرفوا قدري ما تعاندنيش بالدنجال خرف سقوم بكري راجل مع الرجال اللي عرفوا قدري ما تعاندنيش بالدنجال خرف سقوم بكري وصحة صحة خويا شاكير بغيت نقول لك شت الرجال بنات وعلات خدمت ودارت الشركات وانتو ما خرجتو شمايت تضدو على العيالات واللي دارتو حفصة غادية ديرو حتى حياة ما خدرتوش عليا ودرتو الجمعيات اشكون يغلب السبع مول المعنات واللي جبني مازال الندم ونكرهو في الحياة وغيرك غالط باغي تقطع البحر يتقلب بالموجات اتوسع فمك وتهضر واخا نتايا يا مكسالات انا نعرف المسخوط رافد الشر عندي عليك شلة دوسيات هتقطع فيا بوجهك حمر نهار نجبدهم نزيد لك الكيات ونخليها في قلبك تحبر اخوات خمستك وسالات وغير توسدها وسهر ولا روح دبر على جوج كلمات وباش تسب فيها الفنان الاكبر انا مازال بالحياة مازال نقتل وندهشر ونقضي على الهدارات ويوم يوصلك هاد الخبر كلام يديرو في ودنيك حلقات الطوب ماشي كيف الحجر فهم يا فاهم وصرف المعنات اتصنت للبراح وتمنظر مازال نغني ونرجعك ذكريات بعد نخليك هنايا تفكر وغير تبعني وكتب ليك عضيمات انت اللي في دمك تغدر وشوف الايام كيفاش بيك التلات والمسخوط يبقى مسخوط طول العمر عمر طريقه وما تريكلات ودايما فيها الشوك والحفور دايما فيها البراجات واخا دير فيه الخير ينكر انا نعرفه مبني على الخدعات وكي قرب رمضان يقيس السكر يبغي يتكمى ينسي بشقيفات وراحنا زايدين ونشوفوا المنكر شفنا بعد الشمايت اخويا شاكير تركوا العادات ايوا اللي قلتلك بالفول بدلو بالقشور قول شاكير يا عشنا رجال ما عندناش مع الهدف الناس ما عندناش مع اللي يشهدوا الزور شاكت روعد يا ناي في الكلب فيا تنباح وخاي وصار يعود والله ما يجرح شاكت روعد يا ناي في الكلب فيا تنباح وخاي وصار يعود والله ما يجرح راجل مع الرجال اللي عرفوا قدري ما تعاندنيش بالدنجال
ربي تعفوه وعلى بنادم الهطار في وجهي الضحكو وفي ظهري منشار قلبك ربي تعفوه وعلى بنادم الهطار راجل مع الرجال اللي عرفوا قدري ما تعاندنيش بالدنجال خرف سبهم بكري عمرنا شفنا السبع يخلعوا الزاوش وما عمرنا شفنا الطاقة تعطي الضوء في الظلام أما الرجال يعرفوا الرجال غير من الكلام وما عمرنا شفنا الفكرون يطير بحال الحمام وبلا ما نجبد ليك دوسية قدام وما عمرنا شفنا الثعلب حتى هي الطامة القلام أنا مازال نكتب ونقول كلام يسمعوا العلام أتقول قاري علاش تكذب وقصتك عارفها الرسام مازال تجيبك ليام تجي جاي تطلب انا نعرف شحال هذا من عام الطريق طويله مازال تهرب اللي باغي تدير فيها عوام القرطاس عندي وصوارخ فيهم نضرب نقتل اللي يكون زعام يا فاهم المعنى روح تجاوب ونهديك صاروخ واعر يا سلام وعمر القصدير يشبه للذهب وغي خليك عايش في الاحلام والسفينه عمرها كانت جديد تكون الخشب وماشي غير واحد ودير فيها فنان انا نمعني وندوي بكلام مؤدب ونحمد ربي كيف اعطاني لسان ومن اللي ترجع عن البلاص نجاوب وهاد المره نجي ونقول اللي كان نفكرك بالنوم والكابوس الخايب هذا كيف البز يا الاخوان واللي جبدني دابا يجلس عايب نرجعوا شو هاي موتوا العديان الفكره بحر وشلم الجايب والمعنى كاتبها وعطيها العنوان